أهلا بكم مشاهدينا في الفقرة النقاشية التي نتحدث فيها حول موضوع التنمر عند الأطفال، لظاهرة التنمر يعني آثار سلبية خطيرة خاصة في مرحلة الطفولة، يعني في مراحل في جميع الأعمار ربما تصل بالبعض إلى تفكير بالانتحار إن لم يكن الإقدام عليه. إحصائيات تشير إلى أن المتنمرين أنفسهم كانوا ضحية أصلا للتنمر سابقا، بالإضافة للمشاكل العاطفية والسلوكية التي يعاني منها ضحايا التنمر على المدى الطويل. كيف يمكن الحد من هذه الظاهرة وما دور الوالدين في ذلك؟ لتفاصيل أكثر حول ظاهرة التنمر نستضيف الأستاذة ريم العبسي، أخصائية في الإرشاد النفسي من تعز. أهلا وسهلا فيك أستاذة ريم. أهلا وسهلا، صباح الخير. يا صباح النور والعافية أستاذة. يعني ظاهرة التنمر هي يعني سلوك طويل كان يرافق الإنسان منذ القدم، مصطلح التنمر ربما مصطلح حديث، فكيف يمكن تعريفه؟ تمام. أولا، موضوع التنمر موضوع يتم مناقشته يعني عالميا، وهناك العديد من الدراسات والأبحاث حوله، يعني ما يقتصرش على ثقافة معينة أو دولة معينة أو فئة معينة أو زمن حتى، ولا يقتصر على جنس محدد. تبدأ ظاهرة التنمر هذه منذ الطفولة، منذ مرحلة الطفولة، منذ عمر سنتين، وتستمر وتبلغ ذروتها في مرحلة المراهقة، ثم تخفض في مرحلة الثانوية، ومنهم من يستمر معه إلى المراحل المتطورة إذا لم يتم معالجة هذا الأمر. التنمر بمفهومه البسيط هو الاعتداء والإيذاء المتكرر والمقصود، سواء جسديا أو لفظيا أو اجتماعيا أو إلكترونيا، من قبل شخص أو من قبل عدة أشخاص على شخص آخر. قد يكون هذا الشخص الآخر أضعف منهم، أصغر منهم، الغرض منه يكون إثارة الخوف والاستهتار والسخرية من هؤلاء النوع من الأشخاص. نعم، يعني هو ظاهرة سلوكية، لكن ما الذي يدعو البعض؟ يعني البعض يكون لديه سلوك التنمر، البعض الآخر لا، ما الذي يدعو هؤلاء إلى التنمر أصلا؟ أوكي، يقول لك هنا يعني هناك من يعرف التنمر أنه محاولة للشعور بالقوة والسلطة. نحن متى نطلق، يعني كثير من الأطفال وكثير من المراهقين في مرحلة الطفولة والمراهقة تحصل بينهم مشاحنات ومنازعات وكذا، لكن متى نطلق على هذا السلوك أنه سلوك تنمر أو يعني شيء بسيط وعدى، خاصة أن مرحلة الطفولة والمراهقة مليئة بالاحتكاكات والمنازعات فيما بينهم. نطلق على هذا السلوك أنه تنمر في أربع حالات أو أربع صفات. أول حاجة، إذا كان ما فيش عدم توازن بين الطرفين، يعني بين الشخص المتنمر وبين الضحية، قد يكون أصغر منه، قد يكون أضعف منه، قد يكون مثلا المتنمرين أشخاص أكثر منه. الشيء الثاني، أنه يكون عند الشخص المتنمر النية في الإيذاء، يعني يكون عارف ومتأكد أن هذا الشيء بيأذي الطرف الآخر ومع ذلك مستمر، فهذه النية في الإيذاء. التهديد المستمر، يعني ما تكونش مواقف حصلت وعدت وانتهى، لا، تكون إيذاء وتهديد مستمر، يعني ها بوري لك المرة الثانية، بتشوف المرة الثانية، وهكذا. نعم. أن يكون سبب التنمر احيانا يكون على رده، طبعا في مرحله المراهقه ومرحله الطفوله تكون في انفعالات، النمو الانفعالي في اوجه، فنحن فتلاقي المراهقين دائما ما يستثاروا لابسط الامور، لكن يكون سبب التنمر مش هو الغضب، يعني مش حد اعتدى عليه فهو يعتدي، سبب التنمر هو شعوره بالقوه وشعوره بالغطرسه وشعوره باللذه انه يسخر ويستهزئ من الاخرين. نعم. فنحن نطلق عليه انه متنمر عندما يكون في نمط من المستمر من هذا السلوك، يكون في اندفاعيه، في تهور، في ايذاء للاخرين. نعم. طيب أستاذة، يعني تتعدد سلوكيات الأطفال في الرد على هذا التنمر، كيف تختلف هذه السلوكيات، ممكن نقولها كرد فعل عند الأطفال؟ يعني هناك مراحل، ربما هناك أنواع للتعامل عند الأطفال، كيف يتعامل الأطفال عندما يعني يتعرضون للتنمر؟
اول ما قبل نوصل لهذه المرحله اشياء اشتئابيا، انه التنمر له اشكال، يعني له اشكال عده. يعني الناس الان مركزين، او العالم، او ما يبرز للعلن هو التنمر الجسدي، انه الايذاء بالضرب مثلا. نعم. انه اعتدي على واحد واسبب له الام وضرب او جروح جسديه، هذا نوع اللي هو التنمر الجسدي. يدخل ضمنه انه مثلا ملامسه جسد شخص دون موافقته، ويدخل ضمنه اللي هي التحرش الجنسي. هناك التنمر اللفظي، وهذا اللي الناس يستسهلوا، يعني يقول لك هي كلمه او شيء هكذا، استخدام انه يستخدم بعض الالفاظ او الصفات معينه لوصف شخص، مثلا يا غبي، يا اهبل، يا اسود، يعني سواء الاستهزاء بشكله او لونه او افكاره او مشاعره، ويدخل ضمنه السخريه والاستهزاء بالالفاظ. يعني النوع الثالث التنمر الاجتماعي. التنمر الاجتماعي هذا تظهر آثاره قوية في مرحلة المراهقة، وخاصة أنه المراهق في مرحلة المراهقة يلجأ إلى بناء جماعة الرفاق، ويشوف حاله، يعني يشوف نفسه بهذه الجماعة. فلما يتعرض للتنمر الاجتماعي من خلال كيف نتنمر عليه اجتماعيا، مثلا ينشروا مجموعة من الإشاعات والأكاذيب حول هذا الشخص، يستبعدوه من الدائرة الاجتماعية، مثلا الرفاق يقاطعوا له وهكذا. في هذه الحالة يبدأ يشعره بالانطواء والانعزال. التنمر الأخير، آخر نوع من التنمر واللي ظهر مؤخرا نتيجة الثورة التكنولوجية، اللي هو التنمر الإلكتروني. زمان يعني من قبل في حالة التنمر الجسدي، التنمر اللفظي الاجتماعي، كان التنمر محصور بفئة معينة، مثلا في المدرسة، في البيت، فالشخص يعني في المحيط هذا، لما يخرج من المحيط هذا قد ما يشعرش بالتنمر. لكن التنمر الإلكتروني أوسع وأشمل بكثير، ولا يعني، والآن يعني الشخص يتستر حول هذه الوسائل ويؤذي الآخرين دون مبرر. فهذه هي أنواع التنمر. نعم. اللي ممكن نشوفها، فإذا تكررت نطلق عليها مفهوم التنمر. نعم. طيب أستاذة، عرفنا يعني أنواع التنمر، بالعودة إلى السؤال، يعني تتعدد أشكال الاستجابة عند الأطفال لهذا التنمر، ما هي هذه الأشكال؟ يعني قد يكون هناك أحيانا انزواء، أحيانا ربما يعني هو يعود للتنمر على رفاق آخرين. أيوة، نحن لو جينا نشوف أسباب التنمر، طبعا في نحن في هناك طرفين، يعني في شخص متنمر وفي ضحية يتنمر عليها. نحن بنشوف الأسباب اللي تخلي الشخص أولا متنمر، يعني ليش شخص بيجي يعتدي ويؤذي الآخرين دون أي مبرر. هناك أسباب نفسية وفي أسباب بيئية تدفع الشخص للتنمر. الأسباب النفسية أنه هذا الشخص المتنمر، نحن قلنا ليش الشخص مثلا بيتنمر على الآخرين، بسبب يريد أن يبرز نفسه، يريد أن يثبت ذاته، يريد أن يشعر بالقوة والسلطة والمكانة. طب ليش يلجأ المتنمر لهذه الأساليب، للعدوانية والاعتداء على الآخرين؟ تمام. ليش مثلا ما يلجأش لأساليب أخرى أكثر سلامة، مثلا موهبة معينة أو يبرز في مجال معين؟ نعم. هو لسبب خفي، وهو شعوره بالنقص. الشعور بالنقص، شعور تكون عنده حالة من الشعور بالنقص، سواء نقص عاطفي، نقص اجتماعي، نقص اقتصادي، يعوض، يحاول يتنمر كحالة تعويضية لتغطية هذا الشعور بالنقص. طبعا مين فين تجي هذه حالة النقص؟ حالة النقص الاقتصادي، مثلا يكون في الأسرة هو من يعني بوضع متدني، الأسرة غير قادرة على توفير الاحتياجات البسيطة لهذا الطفل، فيروح للمدرسة، يروح للمجتمع، يشوف الناس اللي أكثر منه، فيحاول يعتدي عليهم. مثلا في المدرسة يجلس يأخذ المصروف مثلا الشخص الذي يتنمر عليه، يحاول يتباهى قدام الآخرين وهكذا. طيب ليش يحس مثلا بالنقص الاجتماعي؟ لأنه شخص لا يستطيع التعبير عن ذاته وعن نفسه إلا عن خلال الاعتداء، فتلاقي أنه يفشل في تكوين علاقات اجتماعية سليمة، فما عندوش المهارات الاجتماعية من الأسرة، ما تعلمش كيف أنه يعني في الأسرة. قد يكون تعرض مثلا الطفل في مرحلة الطفولة، طبيعي الأطفال تحصل منهم مناوشات واعتداءات، وحد طفل يضرب الطفل الثاني، تجي الأسرة هنا تقول له
اي حد يضربك اضربه، ليش خليته يضربك وهكذا يولدوا عنده، فما يكونش يعني ما يكونش الوضع انه بس معالجه للمشكله، لا هم تاخذهم الحماسه ويقدموا للطفل نصائح واساليب بحيث انه يصبح بالمستقبل هو شخص معتدي، ما يصيرش مدافع عن نفسه. نعم. النقص العاطفي هذا اللي يحتاج يعوض الطفل من خلال ابرازه يعني لسلطته وقوته من خلال التنمر، يرجع إلى أساليب التربية المتبعة. قد يكون هناك الأساليب مثلا المتبعة في الأسرة، الأب قاسي أو الأم قاسي، يعني أسلوب التعامل القاسي مع الطفل. نعم. يجعل الطفل هذا بالأخير قاسي في التعامل مع الآخرين. أيضا التشتت الأسري، يعني الانفصال الطلاق وهكذا، تزعزع من شخصية الطفل وتجعله غير قادر على السلوك السليم في التعامل مع الآخرين. دائما في الأسرة السخرية والنقد والاستهزاء، إذا كانت الأسرة نفسها داخلة يسخروا من هذا الطفل ويستهزئوا وهكذا، يروح للمدرسة هو يحاول أنه يقلد هذه الأساليب. أيضا في عندنا أسباب بيئية مثلا تدفع الشخص هذا أنه يتنمر على الآخرين، اللي هي النمذجة، وهذه أكثر أسلوب يؤثر على في مرحلة الطفولة، التقليد. أنه يقلد يا إما أب مثلا، يا إما شخص أكبر منه في البيت، يقلد مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، أيضا اللي بتعرض المسلسلات والأفلام الكرتون بأسلوب عنيف، وهذا يضرب هذا وهذا يعمل هكا. يعني هذه الأساليب كلها تروح للاوعي في شخصية الطفل ويخرجه بعدين في تصرفاته مع الآخرين. أيضا الصراعات الأسرية المتواجدة داخل الأسرة، مثلا التعامل مع الطفل داخل الأسرة بالتفرقة بينه وبين أخوانه، الغيرة من طفل آخر مثلا في الأسرة، هذه كلها أسباب تجتمع تخلي الشخص هذا يكون ذو شخصية يعني غير متزنة تظهر في سلوكياته. ومن ضمن هذه السلوكيات اللي تظهر في عدة أمراض، يعني في عدة اضطرابات نفسية قد تظهر لدى الطفل، ومن ضمنها هذا التنمر. نعم. هذا بالنسبة طيب للشخص. طيب دكتور أستاذة ريم، يعني هل نستطيع القول بأن التنمر ظاهرة مكتسبة وليست يعني في تكوين الطفل؟ والله هي الدراسات حاليا يعني مستمرة، طبعا في انهم حاليا هم دراسات عالمية والكثير من الأبحاث التي نشرت في مجلة سايكولوجيكال ساينس الأمريكية، يعني يحاولوا يثبتوا هل يعني مثلا الأشخاص هذم العنيفين المعتدين على الآخرين. هي طبعا في نقطة مهمة أيضا في حكاية الأسباب اللي تدفع للتنمر، إنه متعلمش حاجة في البيت اسمها التعاطف. نعم. التعاطف والإحساس بالآخر، إنه يعني الشعور بالذنب، يعني هذا الطفل المتنمر لما يتنمر على صديقه ما يكونش أصلا عنده شعور بالذنب، ما يجيش بعدين يلوم نفسه ويبرر، لا يبرر لنفسه إنه هذا الطفل يستحق إنه يتعامل معه بهذه الطريقة. نعم. فالدراسات كثير الآن حاليا، طبعا هم لما يتوصلوا إلى إنه فيه هناك أسباب عضوية. نعم. واضحة، لكن نحن دائما في أي اضطراب نفسي يكون هناك مجموعة من الأسباب، أحيانا جينات وراثية. طيب طيب دكتورة، يعني استفدنا في الحديث حول يعني الأسباب، ويعني يتبقى لدينا وقت قليل جدا، لو تشرحي لنا بشكل يعني وجيز أهمية العلاج أو كيفية العلاج، علاج التنمر عند الأطفال. طيب نحن أهم نقطة مثلا لو صار وحصل للطفل تنمر داخل المدرسة أو البيت أو في أي مكان، لازم نحن أول علاج هي الأسرة نفسها، لازم نربي الطفل على شخصية قوية يستطيع من خلالها مواجهة المجتمع، مواجهة أقرانه من حوله. يعني كيف نجعل شخصية الطفل هذه شخصية قوية بحيث أنها تستطيع تواكب المحدثات اللي بيخرج لها في البيئة الاجتماعية؟ أول حاجة لازم يكون في تواصل مستمر مع الطفل، حوار دائم مع الطفل، سواء كان في المواضيع اللي هي يعني فيها مشاكل أو المواضيع الطبيعية، يعني تعويد الطفل على مسألة الحوار. الطفل أحيانا اللي يكون السبب وراء كثير من مشاكله أنه يحكيش للأب أو الأم مثلا عن هذه عن المشاكل التي يعاني منها، فلا بد أن تكون في مصارحة دائمة بين الأب وبين الوالدين والطفل، الحوار السليم، الاستماع الجيد للطفل دائما. نعم. محاولة تقوية شخصية الطفل، وذلك يعني تتقوى شخصية الطفل نحن يا إما إنه نعلمه أساليب مثلا في التعامل، لما نشوف تصرفات الطفل مثلا
بموضوع معين نجلس نشرح له مثلا ايش التصرف السليم في هذه الحاله، لو واحد اعتدى عليك طبعا كيف يكون اسلوب الرد لو حصلت لك مشكله. انه لازم اكبر مشكله في التنمر هي الصمت، انه الطفل يتعرض للتنمر في المدرسه فيسكت ويخبي فيتمادى المتنمر، لكن في حال انه اخبر مثلا الوالدين فعلى طول الوالدين بيحلوا المشكله هذه من ناحيتين، اول حاجه بيروحوا للمدرسه ويقدموا شكوى او بشكل اسرع مع والد الشخص المتنمر. الشيء الثاني انه بعمل على تقويه شخصيه طفلي من خلال ادماجه بالانشطه الاجتماعيه المختلفه، اظهار مواهبه للمجتمع، تعزيز ثقته بنفسه وتشجيعه الدائم والمديح الدائم. نعم، شكرا جزيلا استاذه ريم، يعني الاخصائيه في الارشاد النفسي، كنت معنا من تعز، وكنا نرغب صراحة في مواصلة الحديث لكن الوقت لا يسعفنا، فشكرا جزيلا لك.